الأفينيتي عالية مع الإنزيم. سؤال كان إنك ترجع وتتذكر ليش، فمين عنده جواب؟ مين عنده جواب؟ دكتورة، ممكن لأنه كل الرياكشن لازم تمر من خلال هاي الترانزيشن ستيت، فهي رح تكون مور في انرجي. فلو عملنا واحدة أو لا، هسا الترانزيشن ستيت الانرجي إلها عالية. طيب هسا رح تمر فيها كل التفاعلات، بس أنا سؤالي يا أحمد، ليش يعتبر بيرتبط with high affinity؟ يا أحمد، لانه هو بيكون فيه الكومباوند اللي احنا وي ديزايند بيكون فيه الانرجي اقل من الترانزيشن ستيت بالرياكشن العادي. لا هو ستيبل راح يكون، بس ليش بيرتبط بافينيتي عالي؟ هو سؤالي. اوكي شكرا يا احمد. لين عوده صح؟ لين عمري. سوري لين عمري. عافية دكتور. يا لين. لانه الانزيم بيرتبط مع الترانزيشن ستيت بشكل كتير قوي، اكثر من البرودكت واكثر من الرياكتنس. ليش؟ تذكري. لانه بيعمل تتراهيدرال. لا التتراهيدرال هو الانترميديت. اوكي يا لين، في حدا رافع يعني اللي ضل حدا؟ اوكي شكرا يا لين، انت جبت الجواب. في حدا كمان حاب يجاوب؟ طيب زي ما حكت زميلتكم لين، اصلا الانزيم اذا ما نيجي نحكي على الانزيم لما بده يجي يرتبط عنده افينيتي اعلى للارتباط بالترانزيشن ستيت اكثر من البرودكت والسبستريت. فلما انت تيجي تشابه الترانزيشن ستيت بانهبيتر، يعني انت بتحكي تشابه بروابط رئيسيه بالستركشر اللي موجود عندي قريب للترانزيشن ستيت، لكن قلنا بيكون ستيبل طبعا، فبالتالي رح يرتبط بأفينيتي عالية. لأنه إذا بتتذكروا من مبدأ عمل الإنزيم، الإنزيم هو بيعمل كاتاليسز وبسرع التفاعلات، وكنا نشوف إنه التفاعل اللي ممكن يقعد مئات السنين إذا حطيته باللاب لحاله، الإنزيم ممكن بسكنس أو ملي سكنس يمشي. لأنه فعلياً الإنزيم لو يكون أنت عندك رياكتنت A and B، فعلياً الإنزيم رح يرتبط بهدول السبستريتس بطريقة يقربهم من بعض بالفراغ بالزاوية وبالأورينتيشن الصحيح حتى يعملوا الكولوجين، لأنه دائماً أي تفاعل لازم يصير فيه كولوجين. فإذا بتحكي على رياكتنت A و B موجودين بسوليوشن، وبالتالي ممكن إنهم يعملوا كولوجين مع بعض، بس ما يكون صحيح لأنه بدك بالقوة الزاوية الأورينتيشن الصحيح. فالإنزيم فعلياً لما بيجي برتبط فيهم، برتبط فيهم بهاي العوامل كلها بخليها بالشكل الصحيح، بحيث إنه يصير في عندي الأتاك سريعاً وبالتالي بيصير التفاعل. ففعلياً الإنزيم لما بده يجي يرتبط كأنك بتربط السبستريت بأقرب ليكون للترانزيشن ستيت. فمعناها لما بتيجي أنت تحطهم بالزاوية الصحيحة بالأورينتيشن الصحيح بالمسافة الصحيحة، أخذ الأكتيف سايت شكل أقرب للترانزيشن ستيت، وهذا حكته زميلتكم. فبنعتبر الكومبليمنتاريتي عالية، فبهاي الحالة الأفينيتي عالية. فلما أجي أنا أجيب الترانزيشن ستيت سوري انهبيتر يشابه هاي الترانزيشن ستيت، واللي هو فعليا يشابه الانترميديت، لأنه قلنا الانترميديت هو بنقدر نفصله، ترانزيشن ستيت لا. فمعناها أنا مركبي في كومبليمنتاريتي عالية بين وما بين الإنزيم أكتيف سايت، رح يرتبط بأفينيتي عالية، وبناء عليها هاي اللي هو الإنهبيتر رح يكون عندي أفضل من لما يكون الإنهبيتر بيشبه السبستريت أو بيشبه البرودكت. فهم أفضل أنواع الإنهبيترز الترانزيشن ستيت إنهبيترز لما بنيجي نعملهم. بس لازم حتى أعمل الترانزيشن ستيت إنهبيتر ديفينيتلي لازم يكون عندي معلومات عن الأكتيف سايت للإنزيم، لازم يكون عندي معلومات عن البروسيس اللي بيصير، أعرف اللي هو الستركشر تبع الانترميديت، حتى الروابط اللي بيعملها الأساسية، حتى أقدر أطلع الترانزيشن ستيت ميمك. وبهاي الحالة هذا الميمك طبعاً الصفة بيشبه الترانزيشن ستيت من ناحية الروابط الرئيسية، من ناحية الستركشر، من ناحية حتى اللي هو لما نحكي ستيريوكيمستري تتراهيدرال بيكون تتراهيدرال، لكن بيختلف عنه إنه الترانزيشن ستيت أو الانترميديت أنستابل، بينما الانهبيتر تبعي استابل، وبالتالي بينفع إنه يكون عندي الإدراك. دكتور طيب. أنا بقدر أحكي إنه ما بيكون بالترانزيشن ستيت ميمك ما بيكون في جود ليفينج جروب. ما هو لأنه استابل، يعني هسا أنت فعليا ما في عندك أي إشي بدي يعمل أتاك عليه، وبالتالي انت فعليا ما في عندك بوند رح يصير لها هيدروليسيس. حتى يصير هيدروليسيس للبوند اكيد بده يكون في عندي ليفينج جروب، او بده يكون هاي كسر للروابط، والرابطه هاي تكون بطبيعتها الانرجي عاليه لها، وبالتالي بس تفتح بصير اسهل. فانت فعليا حولتي من شيء انستابل تتراهيدرال كربون اس بي 3 رابطه ب 3 الكترونيجاتيف اتومز
لا still sp3 tetrahedral لكن رابطه فقط بوحده عشان تحافظ على الانتر اكشن الرئيسي اللي كان يعمل الانترميديت. فبالتالي still هي نفس القصه بالنهايه، بتحكي على stability with high affinity. لجين صح اللي جاو اللي سالت هسه؟ لين دكتور لين لين نفسك عمري صح؟ اه خلص اوكي. طيب نيجي هسه على هسه خلصنا من الرينين انهيبيترز. الرينين هو دواء واحد موجود له، لكن ستيل الرينين بالنسبه لنا يعتبر جود تارجت اذا انا بدي اعمل تارجتنج للرينين انجوتنسين باثوي وبالتالي اعالج الهايبرتنشن عند المريض. تارجت اخر حكينا عنه اللي هو الانجوتنسين كونفرتنج انزيم. فهسه رح نحكي عن الانهيبيترز لهم. حكينا هذا الانزيم وظيفته الرئيسيه يحول الانجوتنسين 1 لانجوتنسين 2. الانجوتنسين 2 حكينا هو the most potent انجوتنسين موجود بهذا الباثوي، فمعناها اذا انا منعت تكوينه بهاي الحاله الاكشن اللي هو بيعمله من ناحيه الفاسو كونستريكشن او زياده افراز الالدوستيرون رح يقل عندي، وبالتالي برجع الضغط للمستوى الطبيعي بالناس اللي بيكونوا يعانوا من هايبرتنشن. طيب نيجي على مبدا عمل هذا الانزيم. هسا المرة الماضية حكينا عن هذا الإنزيم بعض المعلومات، وهسا بنستخدم المعلومات اللي حكينا عنها بالإنترودكشن هنا. هسا هذا الإنزيم بيعمل هيدروليسيز للسيرتين بيبتايد بوند موجودة بالأنجوتنسين 1 واللي هي البيبتايد بوند الموجودة بين الفينيل ألانين وما بين الهستيدين. بيأدي هذا الإشي إنها تنكسر الرابطة هاي ويطلع عندي هذا الدايبيبتايد اللي هو هيستيدين ليوسين as باي برودكت، وينتج عندي اللي هو الانجوتنسين 2 اللي مكون قلنا من 8 امينو اسيدز. حكينا معلومه عن هذا الانزيم انه هو فعليا نون سبيسيفيك انزيم، ممكن انه يشتغل على اقل شيء هو ترايبيبتايد، يعني لو حطيت له انت بيبتايد مكون من 3 امينو اسيدز ممكن يشتغل عليه، وممكن يشتغل على بروتين مكون من 40 واكثر. فهو نون سبيسيفيك، يعني مش بس بيشتغل على الانجوتنسين، هو سمي هذا الاسم نسبه الانجوتنسين، كان اسمه بالبدايه كاينيناز ريليتد للبراديكينين، لكن فعليا لو جبته على المختبر وحطيت معاه اي بيبتايد والسيكونس اقل شيء ثلاثه ممكن يعمل هيدروليسيس. هسه لو طلعنا على الاستراكشر عندي، هاي الاستراكشر للانجوتنسين 1، حكينا انه الكسر بيصير ما بين الهستيدين والفينيل الانين. طيب هسه بناء على المعلومات اللي شرحناها المحاضره الماضيه، أول إشي هل بصنفه إكسو أور إندو بيبتايدز؟ طيب اللي رافع إيده، مين رافع إيده؟ هل بصنفه إكسو ولا إندو؟ ما هو إذا ما رفعتش إيدك رح أنا بالنهاية أنادي عليك يعني. يارا الروابدة إكسو. طيب ليش صنفتي إكسو يا يارا؟ لأن دكتور على الأطراف بيشتغل على الطرف، على اي بوند اشتغل برايك؟ هل هي الالتيميت اور البن التيميت؟ بن التيميت. البن التيميت، فبالتالي لو نطلع هون هاي هي الالتيميت ببتايد بوند وهاي البن التيميت، فهو اشتغل وعمل هيدروليسيس للبن التيميت. طيب يا يارا هل هو يصنف كاربوكسي اور امينو ببتايدز؟ كاربوكسي. هو كاربوكسي ببتايدز. طيب هل بتصنفيه فقط ببتايدز او ممكن تصنفيه داي ببتايدل ببتايدز؟ داي هو داي لانه طلع لي 2 امينو اسيد. شكرا يا يارا. طيب عفوا. فبناء عليها هو فعليا بيعمل هيدروليسيس. هسه لو تيجي تطلع على الببتايد هنا، لو بدك تيجي تطلع وتعد الامينو اسيدز، اول شيء بتطلع على الكاربوكسي تيرمينال. هاي عندي الكاربوكسي تيرمينال مباشره ديفينتلي الكاربوكسيليك اسيد رح تكون مربوطه بالالفا كاربون، والالفا كاربون بدها تكون رابطه بامين. فاذا بدي اجي احكي على الامينو اسيدز، هذا بالنسبه لنا الامينو اسيد الاول من جهه الكاربوكسي تيرمينال، هو رقمه راح يكون 10 من اليسار، لكن انا بحكي من جهه الكاربوكسي تيرمينال بحكي على الامينو اسيد الاول. فمعناها هاي بالنسبه لنا هي الالتيميت بيبتايد بوند. نيجي هسه هاي البيبتايد بوند مكونه من تفاعل 2 امينو اسيدز مع بعضهم البعض، واحد شارك بالامين وواحد شارك بالكربوكسيليك اسيد. فهاي بالنسبه لنا الكربونيل جاي من الكربوكسيليك اسيد، هاي الالفا كاربون وهاي الامين اللي رابطه بالالفا كاربون، وهاي السايد شين واللي بيجي عندنا اللي هو الهستيدين. فهاي بالنسبه لنا الامينو اسيد الثاني من جهه الكربوكسي تيرمينال.
فبناء مباشرة بعد الأمين رح يكون عندي بيبتايد بوند، فهاي هي البيبتايد بوند اللي بسميها بين ألتيمت، يعني جنب الطرفية، فهاي هي تعتبر اللابايل بوند اللي موجودة بالأنجوتنسين 1. لابايل بوند يعني قابل إنه يصير عليها هيدروليسز. يعني أنا عندي بيبتايد مكون من 9 بيبتايد بوندز اللي إلها علاقة، وبيجي الإنزيم بيعمل عليها هيدروليسز، هي البيبتايد بوند هاي. فهاي بقدر أقول عنها إنها لابايل. باقي البيبتايد بوند يعتبر ستيبل بوجود الأنجوتنسين كونفيرتينج إنزيم، يعني معناها باقي البيبتايد بوندز ما رح يشتغل عليهم الأنجوتنسين كونفيرتينج إنزيم ولا يعملهم هيدروليسز. هذا الهيدروليسز بنتج عنه إنه بطلع داي بيبتايد بغادر، وبصفي عندي اللي هم الايت أمينو أسيدز هدولة اللي هو الأنجوتنسين 2. طيب هسا بدنا نشوف البروسيس فعليا كيف بيصير. لو اجينا طلعنا هسا هون قبل شو شفنا البيبتايدز وشفنا الأمينو أسيدز وكيف نعد البونز، فهاي عندي اللي هي اليوسين، عندي الهيستيدين، فنيلالانين، برولين، وكمل. هسا لو بدنا نيجي نطلع بنفس الطريقة اللي طلعنا فيها قبل شوية، هاي الكاربوكسي تيرمينال، هاي الألفا كاربون للأمينو أسيد من جهة الكاربوكسي تيرمينال، فهاي بالنسبة لنا هو أول أمينو أسيد، فبناء عليها هاي رح تكون أول بيبتايد بوند اللي هي الألتيميت، وهاي البيبتايد بوند هي ستيبل هنا ما رح يصير عليها هيدروليسز عندي بداخل الأكتيف سايت للإنزيم. فإذا بتلاحظ هنا ما في أي إشي بيجي بيعمل عليها أتاك. هاي الأمينو أسيد الثاني، فإذا بدي أجي أكمل، هاي جاي من كاربوكسيليك أسيد، هاي الألفا كاربون تبع الأمينو أسيد الثاني، وهاي الأمين، فهاي عندي الهيستيدين. فلو إجينا طلعنا هسا، هاي هي البيبتايد بوند اللي حكينا عنها قبل شوي، لابايل بيبتايد بوند، يعني قابل إنه يصير عليها هيدروليسيس في داخل الأكتيف سايت للإس. لو تيجي تطلع أنا في عندي هنا جلوتاميك أسيد، يعني سواء جلوتاميك أسيد أو حتى ووتر، بالنسبة إلنا أنا في عندي بحتاج لنيكليوفايل، وفي عندي هاي الكربون تبعت اللي هي الأمايد بوند الكربونيل، هاي بالنسبة إلنا هي الإلكتروفايل. طيب فبالتالي النيكليوفايل رح يعمل أتاك على الإلكتروفايل، بس إذا بتلاحظ هنا في عندي ارتباط مع الزنك، ففي داخل الاكتيف سايت للانجوتنسين كونفرتينج انزيم اللي هو الاس رح نسميه عشان المختصر، دائما هو زنك، فهو يعتبر ميتالو بروتين. ميتالو بروتين يعني انه البروتين رابط عندي بسيرتن ميتال ايون، هذا الميتال ايون هو الزنك. اذا بنلاحظ بناء على الرسم اللي موجود هنا، الزنك له رول بعمليه الهيدروليسز، يعني الزنك له دور. طيب لو بدي اجي افكر انا الزنك شو كان دوره بعمليه الكاتاليسز، لانه احنا بنعرف انه الانزيم هو بسرع التفاعلات بطرق مختلفه. هسه واحده من الاشياء اللي استخدمها الانجوتنسين كونفرتينج انزيم، طبعا هو اكيد ربط المركب، عمل سترين عليه، قربه من النيوكليوفايل، بس كان في زنك. الزنك هنا في البدايه لو بدي اجي اسالك، هاي الرابطه ما بين الزنك والاكسجين شو بنسميها؟ في حدا بده يجاوب ولا انا اسال عشوائي؟ انا دكتوره زهره. يارا انت قبل شوي جاوبتي صح يا يارا؟ دكتوره. طيب استني خليني اعطي مجال لحدا قبل ما انه اعطيك المجال. اوكي يارا. طيب تمام دكتور. حدا اخر عنده جواب؟ انا طيب خليني يا احمد، لا كمان انت جاوبت احمد، خليني بس اعطي مجال للناس اللي ما جاوبت بالبدايه وبرجع لك انت ويارا. طيب مين من الناس حاب يجاوب؟ طيب راح اختار عشوائي لك كان انا. دلال المطيري. انا دكتوره. سلام انت كمان جاوبتي، يعني انا شوي بصير احفظ اسماءكم. طيب دلال المطيري. دكتوره احكي انا؟ نعم دكتوره. لا استنى دلال، اعطي دلال. دلال. نعم دكتوره. يا دلال السؤال ما عرفتي عادي، انا مش الهدف الاحراج بس عشان اشرككم معي بالمحاضره، ما عرفتي الجواب قولي ما بعرف. هاي الرقم ما بين الزنك وما بين الأكسجين مرت عليك قبل هيك، بتعرفي شو اسمها؟ ما قاعدة أشوف دكتورة. طيب أوكي شكرا يا دلال. طيب مين دكتورة اللي لا ما قاعدة أشوف الحين يعني بس مغطي الأسامي. شوفي طيب أوكي هيها يا دلال. يا دلال الزنك والأكسجين هاي الرابطة اللي عملها الزنك شو اسمها؟ سؤالي سريعة ما بتعرفي قولي ما بعرف عادي ما أعرف. طيب شكرا يا دلال. طيب مين اللي رافع ايده غير من الاسماء الناس؟ أنا.
غير سلام، مين اللي أم ميسون. يا ميسون شو اسمها الرابطة؟ الكوردينيشن بوند. كوردينيشن بوند، شو معلوماتك عنها يا ميسون؟ صراحة ما عندي معلومات عنها. طيب أوكي، شكرا يا ميسون. طيب نرجع حسا ليارا الروابدة. يارا لأنك أنت رفعتي إيدك. يارا دكتورة معك. يارا عندك معلومات عن الكوردينيشن بوند إيش هي؟ دكتورة هي جزء من البوند، وغير هيك هي دكتورة بكون عبارة عن بين موجب وسالب، لأنه بكون بجسمنا بتكون على شكل unstable، فلازم عشان نخليها stable عن طريق الكوردينيشن بوند. كمان شغلة دكتورة، هي عبارة عن بتكون اللي هي ذرات بتكون تشاركية بوحدة، يعني وحدة بتعطيها الذرات تبعتها، قصدي أيوة. أوكي شكرا. أحمد بدك تضيف إشي؟ دكتور أنا عندي سؤال بس. تفضل يا أحمد. هاي ما بنقدر نسميها ايون دايبول انتراكشن؟ لا لا لا، هي اسمها كوردينيشن بوند، والبروسيس بنسميه كليش، انا راح اشرح عنه، بس هي مش ايون دايبول انتراكشن. اوكي طيب، ضل عندي اللي هي سلام. سلام بدك تحكي إشي زياده عن زملائك؟ لا نفس ما حكيت لي. طيب اوكي، هسه هاي البوند هي كوردينيشن بوند. الكوردينيشن بوند هي زي كيف بتحكي انت انالوج للكوفالنت بوند، بس طبعا لما نحكي كوفالنت بوند احنا بنحكي على شيء هاي ستيبل، هون ما بتكون نفس الاستابيليتي ونفس الانرجي. الفرق هسه لما نيجي نحكي احنا كوفالنت بوند تكونت مثلا ما بين كربون وكربون، الكوفالنت بوند بنعرف انه انا في عندي كل اتوم رح يشارك ب1 الكترون ويكون الرابطه، فلهيك بنقول تساهميه، يعني اثنين شاركوا. هسا بالكوردينيشن بوند واللي بالعربي بنسميها رابطة تناسقية، بيكون أنا في عندي أتوم فيه إلكترونات، يعني بيقدم إلكترونين، وفي عندي بالمقابل أتوم عنده empty orbital. يعني إذا بدي أجي أحكي على هنا، أنا في عندي أكسجين وفي عندي اللي هو الزنك، فالزنك بالنسبة لنا هو رح يقدم empty orbital، في عنده orbital فاضي، فالأكسجين هسا عندها لون بير اوف الكترونز، طبعا سواء اللون بير اوف الكترونز اوريدي بالمركب نيوترال او اذا كان اخذها بسبب مثلا فقدان بروتون، فهون في عندي لون بير اوف الكترون، فبالتالي بيجي بيعطي الالكترونات للزنك، يعني بتشارك مع الزنك بالالكترونات، بس بدل ما يشارك بالكترون واحد هو بيشارك بالكترونين، فبالتالي بتصير هاي الرابطه اللي بنسميها الرابطه التناسقيه، واللي بيعتبروها انالوج للكوفالنت، بس اكيد هاي الرابطه ما بتعطيني انرجي بنفس الطريقه الكوفالنت بوند، هي تعتبر من النون كوفالنت انتراكشنز. ضيف على الاشياء اللي بتعرفها، يعني احنا بنعرف الايونيك ايون دايبول انتراكشن، الهيدروفوبيك، فضيف عليها الكوردينيشن. بالكوردينيشن بوند بدك اتوم يكون عنده لون بير اوف الكترونز، وبالمقابل اتوم عنده امتي اوربيتال. يعني اذا بدنا نيجي نطبق عليها مفهوم الاسيد والبيسز، بنطبق عليها مفهوم لويس اسيد اند لويس بيس، بحيث احنا بنعرف انه اللويس بيس بيقدم الكترونات، فمثلا انا عندي الاكسجين هون هو اللويس بيس، والزنك رح يمثل لي اللويس اسيد اللي بيقدم امتي اوربيتال، فبتتكون هاي الرابطه التناسقيه. طيب هسه هاي فهمنا الرابطه التناسقيه كيف بتصير. هسه السؤال الاخر اللي بدنا نكمل عليه، برايك هاي الرابطه التناسقيه او اللي هي الكوردينيشن بوند او الكليشن اللي صار ما بين الاكسجين تبعت الكربونيل تبعت البيبتايد بوند اللي بدي يصير عليها هيدروليسيس وما بين الزنك، برايك كيف ممكن تكون ساهمت بالبروسيس اوف كاتاليسيس؟ اكيد هي ما انحطت هيك، واكيد بيكون لها دور، يعني الانجوتنسين كونفيلاز اذا انت شلت منه الزنك ببطل فعال الانزيم، فمعناها الزنك ضروري بعمليه الكاتاليسيس. طيب هسه السؤال واي، مين عنده جواب غير الناس اللي رفعت ايدها؟ بدي ناس جديده. ميسون ولين أخذت منكم إجابات قبل شوية. طيب خليني أشوف أسماء تانية. أحمد كمان نفس الإشي. ياسر، ياسر تفضل. ياسر هسه دكتور الزنك اشتغل زي كأنه إلكترون with drawing group، وعلى أساسها صحب إلكترونات من الأو والسي صارت عندها deficiency بالإلكترونز وسهلت أنها ترتبط بالأو الثانية. يعني هي يعني مش الكترونات بطريقة، جوابك صحيح بس ما بقدر أقول الكترونات دروين. شكرا يا ياسر، هو جوابك صحيح. هسا الفكرة كيف إنه الزنك فعليا لما إجا عمل كوردينيشن مع الأكسجين، يعني الأكسجين أنا بحكي شارك إلكتروناته، يعني أعطى إلكتروناته للزنك وعمل هاي الرابطة بيناتهم،
الأكسجين already بالوضع الطبيعي هو electron withdrawing group بسحب دائما من الكربون هاي. فهاي أصلا الكربون هي electrophilic، وإحنا بنعرف بالبيبتايد بتكون electrophilicity إلها يعني بالبيبتايد أو الأمايد بوند أقل من الإستر، لأنه بيكون في عندي دائما resonance من النيتروجين. لكن هون شو اللي عمله الزنك؟ الزنك لما عمل هاي الرابطة قابلية سحب الإلكترونات تبعت الأكسجين زادت، يعني كيف أنا الأكسجين شاركت إلكتروناتي بدي أروح أعوضهم، فبروح بسحب بزيادة. فلما بسحب بزيادة من الكربون، هاي الكربون بتصير هايلي إلكتروفيليك. فلما تصير هايلي إلكتروفيليك، لو كان في عندي نيكليوفايل حتى لو ما كان قوي ضعيف بيجي بيعمل عليها أتاك، وبالتالي بيساهم بالبروسيس اوف هيدروليسيس. لانه احنا بنعرف بالوضع الطبيعي البيبتايد بوند الامايد بوند هايلي ستيبل، دائما هاي في هون بارشل دبل بوند وفي عندي ريزونانس، عشان اساهم بكسرها بسرعه الزنك كان هون دوره. طبعا بالاضافه للعوامل الثانيه اللي بيستخدمها الانزيم من ضمنها الزنك، انه الزنك عمل كوردينيشن، الاكسجين رح تسحب الكترونات اكثر، وبالتالي الكربون رح تصير مور ديفيشنت ان الكترونز، هايلي الكتروفيليك، النيوكليوفايل بيعمل عليها اتاك. هاي الجزئيه الاولى. هسا اذا بحكي لك انا خلال عمليه الهيدروليسيس رح يتكون انترميديت، هذا الانترميديت رح يكون عندي او ماينس ان، وفي عندي اللي هي النيوكليوفايل، خليني اسميه نيوكليوفايل اللي هو عمل اتاك، سواء هذا الجلوتاميك، وفي بعض السلايدات ممكن تلاقي انه الووتر اللي عمل اتاك. هسا لما يتكون هذا الانترميديت عندي رح يضل هذا الانترميديت رابط بالزنك، يعني صار البروسيس وضل الانترميديت رابط بالزنك. طيب هسا السؤال، عرفنا انه زاد الالكتروفيليسيتي، برايك هسا شو بيكون دور الزنك لما ضله رابط بالانترميديت؟ شو ممكن يكون عمل هسا كمان عشان يسرع التفاعل؟ استابيليتي للنيجاتيف. مين اللي بيحكي؟ سهى. سهى يس، استابيليتي يا سهى. كيف استابيليتي برأيك؟ لأنه هلأ الأكسجين صار عليها نيجاتيفلي تشارج، فبالزنك بعمل استابيليتي لإلها بالانترميديت. أوكي، يعني زي ما حكت زميلتكم سهى، هسا أنا عندي انترميديت عليه نيجاتيف شارج، هاي الزنك استل عامل كوردونيشن مع الأكسجين، فمعناها رح تزيد الاستابيليتي لهذا الانترميديت، وبالتالي رح يحفز انه الانزيم يكونه باستمرار. يعني انه انت لما بتحكي الانترميديت هو اشي مش ستابل، لكن اذا انت خليته فيه certain stability بتسرع هذا البروسيس. فالزنك كمل الرول تبعه، انه هو زاد الالكتروفيليسيتي، زاد الستابيليتي للانترميديت، فديفينتلي التفاعل رح يمشي بسرعة. الخطوة الاخيرة هسا بالصفي انه هاي البوند رح تنكسر، وهذا اللي انا بدي اياه. فلما بتنكسر البوند اذا بتلاحظ انكسرت، فهاي عندي الداي بيبتايد اللي طلع، وهذا رح يغادر الاكتف سايت وما له اي رول، وهاي عندي الجزئيه اللي ضلت اللي هو الانجوتنسن، لانه فعليا لما دخل الانجوتنسن 1 دخل من جهه الكاربوكسي تيرمينال، ففعليا انا هنا اوجدت الكاربوكسيل، هاي الفينيل الانين صار عليها هي الكاربوكسي تيرمينال بالنسبه للانجوتنسن 2، فبيغادر الانجوتنسن 2، بيروح بيرتبط بالريسبتر تبعه وبيعمل الاكشن المطلوب منه. فبالتالي الاس هو عمل هذا الهيدروليسيس بمساعده الزنك. طيب الانجوتنسين كونفرتنج انزيم هسه كاينيناز 2، هسه انا حكيت لك قبل هيك انه فعليا هو نون سبيسيفيك انزيم، يعني قلت لك لو جبت اي بيبتايد اقل شيء 3 امينو اسيدز حطيتهم مع الانجوتنسين كونفرتنج انزيم مع بعضهم بميديا رح يعملهم هيدروليسيس. طيب السؤال هسا، انا عملت هيدروليسيس للانجوتنسين 1 حولته لانجوتنسين 2، طيب الانجوتنسين 2 كمان بيبتايد، وبالتالي اذا انا بحكي الانزيم نان سبيسيفيك المفروض بيقدر يرجع يرتبط بالانجوتنسين 2 ويعمل له هيدروليسيس. وطبعا لا تنسى انه لما تصير يعني انت طلع رح يكون عندك، يعني لما تخيل الميديا انت عندك الانزيم وعندك تركيز عالي من الانجوتنسين 2 قاعد بيتكون، شو اللي بيمنع الانزيم يرجع يرتبط فيه ويعمل له هيدروليسيس وهو بيبتايد؟ برايكم هل ممكن يكون في سبب لهذا الاشي؟ طيب بدي ناقص غير اللي جاوبوا، يعني انا شايف الهاي نفسهم. سهى البنا جاوبتي انت قبل شويه،
مريم، مريم محمود، تفضل يا مريم. مريم محمود الزعبي صح؟ صح دكتورة. طيب يا مريم، شو رأيك؟ شو ممكن يكون السبب اللي بيخلي الإنزيم ما يشتغل على الأنجوتنسين 2؟ يمكن الأمينو أسيد مختلفة عن اللي يكونوا موجودين أو باللينك اللي كانت بالأول. بس إحنا حكينا نون سبيسيفيك، يعني نون سبيسيفيك رح يجي أي بيبتايد بتحطي له إياه بيجي على الكاربوكسي تيرمينال بيعمل هيدروليسيز للبوند الثانية. بصراحة ما عندي فكرة دكتورة. أوكي شكرا يا مريم. طيب الفكرة جاي من فكرة إنه الشرط، قلت لكم قبل هيك كان في شرط لهذا الإنزيم، هذا هو الشرط. برولين. الشرط دكتورة البرولين، وجود البرولين. البن ألتيميت أمينو أسيد إن ذا بيبتايد سبستريت كانت بي برولين. يعني فعليا هو نون سبيسيفيك إنزيم، هو ممكن يعمل هيدروليسيز لأي بيبتايد وأقل شيء 3 أمينو أسيد، لكن الشرط إنه ما يكون البن ألتيميت برولين. والبن ألتيميت من جهة الكاربوكسي تيرمينال، ركز عليها دائما من جهة الكاربوكسي تيرمينال. يعني أنا باجي بطلع على الكاربوكسي تيرمينال وبعد الأمينو أسيد، هذا رقم واحد من جهة الكاربوكسي تيرمينال، هذا رقم اثنين. إذا كان رقم اثنين هو برولين، this peptide is not substrate for angiotensin converting enzyme. وهاي يعني من اللي هي من قدرة ربنا، يعني إنه تبتحكي على إنزيم موجود جنب هذا البيبتايد وهو نان سبيسيفيك، لكن هاي التغيير اللي موجود بالأنجوتنسين 2 وجود البرولين منع إنه يرتبط بالأنجوتنسين كونفيرتينج إنزيم، ما في أفينيتي إله حتى يصير له هيدروليسيز. هسا لو كانت البرولين عندي هنا بهاي الجهة ما عندي مشكلة، راح عادي، أنا بهمني فقط من جهة الكاربوكسي تيرمينال. فبالتالي فعلياً هذا الإنزيم ما رح يشتغل على الأنجوتنسين 2، يعني الأنجوتنسين 2 is not substrate for S، لأنه فيه بالبن ألتيميت أمينو أسيد برولين، وبناء عليها this peptide bond that بن ألتيميت في حال وجود البرولين لا تعتبر لابايل ولا بيصير لها عندي هيدروليسيز باي S، رح تكون عندي ستابل. شغلي بس أخيرة، الزنك طبعاً عشان حتى إذا بسألني إنه الزنك كيف عرفوا إنه هذا الإنزيم هو زنك بروتياز، الزنك فعلياً وجدوا إنه هذا الإنزيم إذا حطيته بتست تيوب وحطيت مثلاً معاه إديتا، واللي إحنا بنعرف إنها الإديتا بتعمل كيليشن للميتالز، بتعمل كيليشن للزنك. فإذا ما نوجد عندي زنك الإنزيم ما رح يشتغل، فاكتشفوا بناءً عليها وجود الزنك مهم عشان الأكتيفيتي. طيب هون لحد هيك إحنا بنحكي على اللي هو البروسس الطبيعي. طيب أنا هسا هذا البروسس الطبيعي اللي بيصير بجسمي في حال وجود هايبرتنشن بدي أوقفه، يعني هذا البروسيس اوف هيدروليسيس بدي أعمل له إنهيبيشن. فالإنهيبيترز يقسموا بناء على سيرتين جروب موجودة فيهم، رح نحكي عنها شو الهدف منها، إلى ثيول كونتيننج إنهيبيترز، وكان في منهم مركب واحد اسمه الكابتوبريل وهو أول إيس إنهيبيتر نزل على الماركت، يعني the first in class. later on اجت الداي كاربوكسيلات كونتيننج انهيبيترز، ومن اشهرهم اللي هو الانلابريلات، واللي ممكن تشوف انت حدا من قرايبك بيستخدم هذا الدواء، من اكثر الادويه استخداما للضغط. وفي عندي بالمقابل كمان ما يسمى بالفوسفونات كونتيننج انهيبيترز اللي هي الفوزينوبريلز. طبعا هاي الاكشنز هاي من ناحيه فارماكولوجي ممكن انك تقراها لك تاخذها بهاي. طبعا عشان تتذكر الاس، انا اول مره بعرف انه هاي اصلا بالشد اسمها اس، يعني هاي من الدكتوره اسراء. فبالتالي نيجي على الكابتوبريل، القصة تبعت الكابتوبريل واللي هي بلشت من سم أفعى لحتى وصلنا للكابتوبريل. الكابتوبريل هو small molecule inhibitor، يعني أنا هون ما بحكي على بيبتايد، أنا بحكي على small molecule ما فيه خواص البيبتايد. الفكرة كانت من وين؟ كان في عنا اللي هو نوع من أنواع السنيكس الفينم تبعها السم، لما تعمل بايتنج للشخص بيؤدي إلى حدوث هايبوتنشن عنده، يعني ممكن يصير عنده إغماء، وجدوا إنه الإغماء له علاقة بالهايبوتنشن. وكان هذا السم يستخدموه بعض أتوقع البرازيليان على رأس الأسهم، بحيث إنه إذا بدي يصطادوا فريسة يطلقوا السهم، فهذا المركب الموجود عليها سم الأفعى بيؤدي إلى حدوث الهايبوتنشن وبالتالي الإغماء. فكانوا يستخدموها، هاي كانت في اللي هي في البداية، وكان بوقتها هذا الاس مش معروف انه له رول بعمليه اللي هو البلد بريشر والمحافظه عليها. ليتر اون طبعا راحوا جابوا هذا الفينم تبع الافعى وفصلوا المواد الموجوده فيه،
وجدوا فيه عدة بيبتايتس. يعني الأسم الأفعى هو عبارة عن مجموعة من البيبتايتس، واحدة يعني بيؤدوا إلى حدوث هذا الهايبوتنشن. The most potent one، أكثر واحد كان له تأثير لما فصلوا كان هو التبروتايد، اللي هو هذا الديكابيبتايد مكون من 12 أمينو أسيد. هذا التبروتايد انعطى اسم SQ2881. رح أحكي أنا تبروتايد، فبالتالي هذا الاسم الثاني إذا تسأل SQ هو الاسم الثاني له. هذا التبروتايد كان هو البيبتايد المسؤول عن حدوث هذا الهايبوتنشن. لما درسوا القصة هذا بتحكي أنت بالستينات، لما درسوا القصة هاي وجدوا فعلياً إنه ليش هذا عمل هايبوتنشن؟ لأنه فعلياً عمل إنهيبيشن لإنزيم موجود جوا الجسم، هذا الإنزيم اللي هو الأس إنزيم. هذا الأس إنزيم كان فقط مربوط، كان اسمه كاينيناز 2، واللي هو فعلياً بيحول عندي البرادي كينين إلى إنأكتيف كينينز. وبالتالي لما يعملوا إنهيبيشن البرادي كينين جزء من شغله إنه بيعمل فاسو دايليشن. وبالتالي إذا أنا عملت منعت هذا البروسيس لما أعمل يعني إنهيبيشن للأس، معناها أنا البرادي كينين رح يضل شغال وما رح يتحول لإن أكتيف كينينز، بيعمل فاسو دايليشن. بالإضافة إلى ذلك وجدوا إنه إله علاقة بتحويل الأنجوتنسن 1 إلى أنجوتنسن 2، وإحنا بنعرف الأنجوتنسن 2 بس يصير رح يؤدي إلى إنه يعمل الفاسو كونستريكشن. فمعناها إذا أنا منعته أنا منعت الفاسو كونستريكشن وإفراز الألدوستيرون، وبنفس الوقت صار الفاسو دايليشن. كل هذا البروسيس بيؤدي لهبوط حاد بالضغط، ممكن يؤدي إلى الإعياء والإغماء عند الشخص، يعني ما كان يؤدي للوفاة، لا هي مجرد إغماء لاحظها. فبناء عليها كان الاسم كاينيناز 2 سمى ليتر اون بالاس، وهو موجود بالرئة، واخذناها قبل هيك انه موجود بالرئة فعليا. فبالنسبة لهم صار هذا الاس يعتبر، يعني بما انه هو له دور بالتأثير على الضغط بالانسان الطبيعي، فمعناها لو انا اجيت عملت له انهيبيشن انا ممكن اعالج الهايبرتنشن عند الشخص المريض. فمن هون اجت فكرة انه الاس يعتبر جود تارجت لعلاج الهايبرتنشن. لو اجينا هسه على التبروتايد، رح اسالك اكثر من سؤال عليه. لو اجينا على التبروتايد رح احكي انا اسماء بشكل عشوائي هسه. وسن لنسور معي؟ وسن لنسور معك. طيب يا وسن، برايك هذا التبروتايد اللي شايفيته قدامك واللي هو عباره عن بيبتايد، ليش عمل انهيبيشن للانجوتنسين كونفرتينج انزيم والانجوت الاس ما عمل له هيدروليسيس بالرغم من انه بيبتايد؟ اللي شرحناها قبل شوي. مش عارفه. طيب اوكي، روزانا حجازي موجوده معنا؟ روزانا موجوده. طيب. دكتوره شو رايك يا روزانا، ليش اشتغل از انهيبيتر نوت از سبستريت؟ سريعا يا روزانا. راح ما عندي فكره. طيب رهف مصالحه، رهف انت جاوبتي صح باول المحاضره صح رهف؟ نعم دكتوره. عندك فكره يا رهف؟ لا. طيب ديما الشمري عندك فكره؟ ديما الشمري. نعم دكتوره. عندك فكره؟ لا والله. طيب لجين الذيابات عندك فكره؟ لا صراحه. لجين العزام عندك فكره؟ لجين العزام. طيب لجين العزام مش معنا. داليا القضاء عندك فكرة؟ داليا القضاء. طيب شام، شام هشام عندك فكرة؟ لا دكتورة. شام معي؟ معك معك. طيب ديما الزعبي عندك فكرة؟ بناء دكتورة طبعا شرحته بالسلايد اللي قبل. تفضل ديما الزعبي معي. اي دكتوره انا منار مش ديما الزعبي، بس بدي احكي لك عيد السؤال نسيته قد ما ناديتي اسماء. طيب سؤالي ليش التبروتايد يا منار، جاوبيني انت عليه بناء على ما انك هاي منار بني ياسين. التبروتايد سؤالي ليش يعتبر انهبيتر للاس نوت سبستريت، يعني ليش الاس ما اشتغل عليه وعمل له هيدروليسيس؟ هذا سؤالي يا منار. لانه البيبتايد كان اكثر، لانه الانتيوجنسن 2 حكينا عنده برلين فما بيرجع صح. طيب وهذا ليش؟ طيب عنده غيره، يعني ما كانش الاخير هو
وين قصدك ما كانش الأخير؟ بالبيبتايد، بالبيبتايد السلسلة. طيب عشان نركز من جهة الكاربوكسي تيرمينال، لو قلت لك تدير الأمينو أسيدز من اليمين لليسار، هذا أول أمينو أسيد شو اسمه؟ أو هذا هيك فعليا شو اسمه هذا الأمينو أسيد يا منار؟ طيب شكرا يا منار. ملاك ملحم، ملاك ملحم دكتورة تفضلي، شو هذا الأمينو أسيد اسمه اللي أنا حاطة عليه دائرة؟ صراحة ما بعرف. طيب آية الحوراني، آية الحوراني دكتورة معك، شو اسم الأمينو أسيد هذا؟ يعني ما بعرف، ما بعرف وخلص بسرعة يا جماعة. هناء قاسم، هناء قاسم معنا؟ أي دكتورة معك. آه شو اسم الأمينو أسيد هذا يا هناء؟ جلوتاميك أسيد. طيب لميس تحسين، لميس نعم دكتورة، شو اسم الأمينو نعم. أسيد يا لميس؟ ما بعرف دكتورة. طيب شيماء لنعيمات، نعم دكتورة، شو اسم الأمينو أسيد هذا؟ ما بعرف. صبع بني عامر، شو اسم الأمينو أسيد؟ ما هو يا جماعة لما أقولكم رجعوا الأمينو أسيد مش من فراغ، ما بعرف دكتورة. أخذتوها باللي هو بالميديسينال ون. صبع بني عامر، برولين، برولين صبع دكتورة، صبا اللي بتحكي؟ دكتورة لا أنا سناء. طيب استني يا سناء، صبا بتحكي شو حكيتي يا صبا؟ ما بعرف. طيب ما بتعرفي سناء، يا سناء ايش حكيتي يا سناء؟ حكيت انه برولين، هو برولين، مع اني ساعة بحكي برولين. طب حدا يقول يعني شو هو البرولين يا دكتورة اذا انتم مش عارفينه؟ سناء ابو حميدان صح؟ هذا برولين. طيب والأمينو أسيد الثاني يا سناء هو كمان ايش؟ برضو برولين، برضو برولين. طيب احكي لي يا سناء ليش التبروتايد يعتبر انهيبيتر وليس سبستريت؟ هلا لازم ما بصير انه تكون الامينو اسيد اللي رقمه 2 يكون برولين، لانه ما لازم يكون برولين فقط، يعني الانجيوتنسين كونفرتينج انزيم رح يرتبط بهذا المركب، بس لانه البرولين هو الامينو اسيد البن التيميت ما رح يعمل له هيدروليسيس زي ما حكينا قبل شوي بالسلايد، وبالتالي التبروتايد رح يشتغل از انهيبيتر ورح يكون از سبستريت، يعني الاس ما رح يعمل له هيدروليسيس، فرح يرتبط ويمنع حدوث الكاتاليسيس ويمنع ارتباط الانجيوتنسين 1 وبناء عليها يعتبر انهيبيتر. طيب شكرا يا سناء. طيب السؤال الاخر هسه برايكم، هسا فعليا هم لما اجوا عملوا الديفلوبمنت ما اجوا كملوا على هذا البيبتايد، البيبتايد لو بدي اجي انا استخدمه كدواء بشكل عام، شو مشكلتي مع البيبتايد اني انا استخدمه كدرج؟ شو اكبر مشكله بتواجهنا لما يكون عندي بيبتايد؟ شو رايك يا ديما الزعبي؟ ديما الزعبي معنا؟ طيب شو رايك يا محمد الشرع؟ الاورال بايو افيلابيليتي اللي تكون جدا قليله. ليش يا محمد؟ لانه راح يتكسر بالبيبتايدز الموجودين بالسمول انتستين او باي مكان ثاني، اوكي، وحتى بالمعده بسبب وجود الحمض راح يكون عندي هايدروليسيس له. طيب فبناء عليها لو انا بدي اجي افكر بهذا الدراج يا محمد واعطيه طيب انجكشن، شو بدي تكون كمان عندي مشكله؟ الووتر سوليبيليتي تبعته. لا هو بيبتايد بس ايش راح تتخيل مريض ضغط بده ياخذ الدواء اكثر من مره باليوم، فمعناها كل مره بده ياخذ انجكشن، يعني احنا مرضى الديابيتس بيحاولوا الانسولين يحولوه لشيء اورالي عشان او اي طريقه ثانيه عشان يخفف من اللي هي الانجكشن اللي بياخذها المريض، فما بالك انا اعطي المريض دراج از بيبتايد يضل ياخذه از انجكشن، عمليه مش سهله، وبالتالي فبالتالي الهدف كان انهم يعملوا ديفلوبمنت، يعني هسه صار التارجت لهم معروف، فصار بدهم يعملوا انهيبيتر يكون سمول مولكيول انهيبيتر يشتغل على هذا الانزيم ويجي يعمل له انهيبيشن وبالتالي معالجه للضغط، بس انا بدي سمول مولكيول انهيبيتر وليس بيبتايد. لما اجوا هسه شكرا يا محمد، لما اجوا هسه بدهم يعملوا هذا الاشي كان في عندهم كثير من المعيقات. اول اشي انه الانجيوتنسين الاس الاستراكشر تبعه انون، لما بحكي الاستراكشر انون
احنا بهديك الفتره بالستينات الكريستالوغرافي ما كان متطور. الكريستالوغرافي بعطيك فكره عن الاستراكشر للانزيم، بعطيك فكره عن الامينو اسيدز اللي موجوده بداخل الاكتيف سايت، بعطيك فكره عن 3D استراكشر للانزيم. فلما يكون انت عندك إشي معلوم، يعني تخيل حالك زي كيف فكره الليجو، لما يكون انت عارف الشكل الناقص عندك سهل انك تيجي تحطه، لكن لو كان الشكل الرئيسي اصلا مش موجود مش راح تقدر تجد الشكل الناقص هذا. فنفس الفكره، انا الانزيم الاستراكشر له مش معروف، وبهاي الحاله بدي اعمل له انهبيتر يرتبط عليه. فالريسيرشرز شو عملوا؟ عملوا ما يسمى بالهايبوثيتيكال موديل، يعني افترضوا انه راح يكون شكل الاس بهذا الشكل. طبعا هون بيهمني الاكتيف سايت بالذات، يعني بيهمني الامينو اسيدز بالاكتيف سايت، ال3 دي ستراكشر للاكتيف سايت. فعملوا هايبوثيتيكال موديل. طبعا حتى اعمل هايبوثيتيكال موديل ما باجي انا هيك من الفراغ بقول والله بدي هيك ارسمه وهيك الامينو اسيدز وهيك بكون شكله، لا، بدك تعتمد على ريفرنس. فاستخدموا الريفرنس تبعهم اللي هو البنكرياتيك كاربوكسي بيبتايدز اي. بنكرياتيك كاربوكسي بيبتايدز اي، طيب من اسمه هسا لو اجيت قلت لك شو الاشي المشترك ما بين الاس وما بين البنكرياتيك كاربوكسي بيبتايدز بناء على الاسم الموجود قدامك؟ يا وعد الصمادي، برأيك شو الأشياء المشتركة بيناتهم؟ وعد معنا؟ وعد الصمادي؟ نعم دكتورة. يا وعد، من الاسم شو في بتتوقعي إشي مشترك بين البنكرياتيك كاربوكسي بيبتايدز A والAS بناء عليها استخدموا البنكرياتيك كاربوكسي بيبتايدز A as reference إلهم؟ مش عارفة دكتور. فرح محمود معي؟ فرح محمود، طيب مروة بني دومي، مروة بني دكتورة. طيب يا مروة، شو رأيك ممكن يكون في إشي بشبهه؟ إنه نسبة الكاربوكسي بيبتيداز كان الأسي إنهابيتور كان يعمل هيدروليسيز من جهة الكاربوكسي دايبيبتيتاز، بس الفكرة إنه أوكي. طيب يعني أول إشي بتشتقي من الاسم إنهم التنين كاربوكسي بيبتايدز من اسمهم. أوكي، التنين كاربوكسي بيبتايدز. المعلومة الثانية هيها موجودة، شكرا، موجودة قدامكم على السلايد، إنهم التنين زنك كونتينينج إكسوبيبتايدز، يعني التنين هم كاربوكسي بيبتايدز والتنين هم زنك كونتينينج بيبتايدز. إكسو بيشتغلوا على الجهة الطرفية مش إندو، إحنا بنحكي على إكسو. فبالتالي هاي سبب اختيارهم للبنكرياتيك كاربوكسي بيبتايدز as reference. طبعا ليش استخدموا هذا بالذات؟ هل ما فيش بالجسم عندي كاربوكسي بيبتايدز آخر؟ هذا البنكرياتيك كاربوكسي بيبتايدز بهديك الفترة كان مدروس بشكل كتير كبير، كان الستركشر للأكتيف سايت إله معروف، كان في إله بوتنت إنهيبيتر، ففي معلومات وافية عنه. يعني أنا كمان لما بستخدم reference point ما بستخدم إشي مبهم، يعني ما باجي بختار إنزيم مش عارفة عنه إشي بدي أعتبره reference لإنزيم تاني بدي أرسم له hypothetical model. لا، هذا الإنزيم اختاروا بسبب الصفات المشتركة مع الإس، ولأنه كان مدروس بشكل كافي ووافي ومعروف إله inhibitor، وبالتالي ممكن يكون نقطة بداية حتى أرسم hypothetical model. طيب نيجي في البداية نتطلع على معلومات البنكرياتيك كاربوكسي بيبتايدز. لو اجينا اطلعنا على اللي هو الانزيم هنا وموجود عندي، هاي هي اللابايل بوند، ودائما اللابايل بوند راح تكون موجوده بداخل الاكتيف سايت قريبه من الزنك، لانه الزنك بما انه له رول بالهيدروليسيز فديفينتلي البيبتايد بوند اللي بده يصير عليها هيدروليسيز راح تكون قريبه من الزنك. طيب بدي هسه السؤال يا الجازي، موجودة معي الجازي؟ إيه موجودة. طيب الجازي، برأيك عمل هذا الإنزيم هيدروليسيز للألتيميت أور للبن ألتيميت بيبتايد بوند؟ بسرعة يا الجازي، مش عارف جاوبي، قولي مش عارف. أوكي. طيب ميس بني دومي، ميس بني يا ميس، شو رأيك عمل لأي بوند؟ مو عارفة. طيب أوكي، يا إمامة الأحمد، إمامة. طيب نادين بدارنة، نادين مش عارفة دكتور.
مين اللي جاوبت؟ إمامة ولا نادين؟ نادين. طيب نادين مش عارفة. طيب سدان عبد النور. سدان. بس دكتورة صراحة I have no idea. سدان صح؟ Yes. أوكي. شيماء جردات. يا جماعة ركزوا بالستركشر، ما قبل شوي علمتكم كيف. ما قدامك الستركشر. شيماء جردات. شيماء. طيب إناس البشايرة. إناس البشايرة. ملك عبيد. ملك عبيد. ما بعرف دكتورة. طيب. دكتورة أنا شيماء ناديت عليه قبل شوي. طيب وين كنتي؟ كنت موجودة بس عم بكبس على المايك مش عم يكبس كان. شيماء جردات. آه. طيب عندك جواب يا شيماء؟ لا والله مش عارفة دكتورة. طيب أيسر إبراهيم. أيسر. يس يس دكتورة. آه يا أيسر شو رأيك؟ عملت على الألتيمت. على الألتيمت يا جماعة من قبل شوي علمتكم يعني. هاي إذا بدك تيجي تطلع الأمينو أسد، هاي قلنا الكاربوكسي تيرمينال منبلش من عنده، فدغري الكربون الموجودة فيه هي الألفا كربون رابطة فيه. الألفا كربون دائما بتكون رابطة بكاربوكسيليك أسد وأمين، فهاي بالنسبة لنا أول أمينو أسد من جهة الكاربوكسي تيرمينال، فبالتالي هاي رح تكون أول بيبتايد بوند، فهاي البيبتايد بوند هي الألتيمت. يعني أنا ما عم بسأل إشي غريب، أنا شرحته قبل شوية، لو ركزتوا معي بتنتبهوا. فهو عمل هيدروليسيز على الألتيمت بيبتايد بوند، هي اللي ربطت عندي بالزنك. طيب لو اطلعنا هسا على نوع الانتر اكشنز، رح تلاقي انت في عنا ثلاث انواع من الانتر اكشنز. طبعا احنا بنعرف انه المركب لما بيرتبط بالانزيم في عندي امينو اسيدز اللي بنسميهم اللي ما لهمش علاقه بالكاتاليسيز وهدفهم انهم يربطوا المركب، بالمقابل في عندي انا امينو اسيدز مسؤوله عن عمليه الكاتاليسيز ممكن تشتغل از نيوكليوفايل لها دور بالكاتاليسيز. فاذا بتلاحظوا في عندي ثلاث انواع من الروابط، في عندي اللي هو الكاربو اللي هو الايونيك انتر اكشن، يعني دغري انت لما بتيجي تحكي كاربوكسي بيبتايدز يعني انا معناها انه البيبتايد اللي بده يصير عليه هيدروليسيز راح يدخل من جهه الكاربوكسيليك تيرمينال، فراح يكون في عنده كاربوكسيليك اسيد، فاكيد راح يكون في إشي مكمل إلها في داخل الاكتيف سايد بكون بوزيتيف شارج، فبرتبط عندي بارجينين بغض النظر هو ارجين او غيره، انا بالنهايه بهمني يكون في عندي إشي بيقدر يعمل ارتباط مع هاي الكاربوكسيليك اسيد. فاول نوع ارتباط هو الايونيك انتر اكشن. النوع الثاني هو الهيدروفوبيك، لانه انا الامينو اسيد اكيد في عندي سايد تشين، وبالتالي بده يكون في إلها مكان مخصص في داخل الانزيم. وبعديها بتيجي عندي البيبتايد بوند اللي بده يصير عليها هيدروليسيز، وحكينا بما انه هذا الانزيم بيستخدم الزنك فاكيد الزنك في داخل الاكتيف سايت رح تكون عندي قريبه من البيبتايد بوند اللي بده يصير عليها هيدروليسيس. وبالتالي لو اجينا نعد المسافه اللي موجوده ما بين الاتوم اللي حامل النيجاتيف شارج للاتوم اللي حامل الاتوم اللي عملت زنك كوردينيشن، رح يكون عندي العد 1 2 3 4. هاي بالنسبة إلنا اللي هو الكاربوكسي، لساتني بحكي على البنكرياتيك كاربوكسي بيبتايدز إيه. طيب فبناء عليها اللي شفناه قبل شوي إنه الكاربوكسي بيبتايدز إيه بيعمل هيدروليسيز للألتيمت بيبتايد بوند زي ما هو اللي مشار إلها هنا. بالمقابل إذا هسا بدي أقارن أو بدي أحكي الاختلاف، حكينا إنه الإيس والكاربوكسي بيبتايدز يتشابهوا بأنهم كاربوكسي بيبتايدز بيستخدموا الزنك بالهيدروليسيس. هسا الفرق الموجود بيناتهم انه الكاربوكسي بيبتايدز بيعمل هيدروليسيس للبيبتايد بوند الالتيميت، بينما قبل شوي شفنا انه الاس بيعمل للبن التيميت. يعني اذا انا بدي اجي افكر بالزنك، الزنك رح يكون بداخل الاكتيف سايت موجود عند هاي المنطقه، بالمقابل لما بدي اجي افكر رح اشوف انه الزنك موجود هنا. التنين فيهم كاربوكسي تيرمينال، وبالتالي ديفينيتلي اول شيء بدي يخطر ببالي انه داخل الانزيم رح يكون في اشي مكمل بيعمل انتر اكشن مع هاي الكاربوكسيليك اسيد. طيب شفنا انه الكاربوكسي بيبتايدز بيعمل ثلاث انواع من الروابط، ايونيك هيدروفوبيك زنك كوردينيشن. هسا بما انه هذاك بيعمل للالتيميت وهذا بيعمل للبن التيميت،
أول معلومة ممكن أنا أستنتجها بناء على هذا الحكي، حجم الأكتف سايت برأيكم مين حجم الأكتف، هل حجم الأكتف سايت متشابه أم مختلف؟ خلينا نسأل بالبداية. نشأة اللوزي شو رأيك، متشابه أم مختلف؟ نشأة طيب، ناهد مراجدة، ناهد مراجدة طيب، سعاد نصر، سعاد نصر يس دكتورة، مين اللي بيحكي؟ سعاد نصر. طيب سعاد مين هل متشابهات أم مختلفات؟ بيختلفوا. طيب تتوقعي من ناحية حجم مين اللي أكبر؟ ما بعرف. طيب تسنيم سالم، تسنيم سالم مفلح، تسنيم رغد أحمد، رغد السيد أحمد، شدا رغد آه. طب ليش تتأخروا بالرد يا جماعة؟ مين أكبر يا رغد؟ يمكن البين ألتيميت. يعني مين أي واحد الإنزيم؟ الـ ACE الـ S yes. هسا أنا بحكي لكم إنه التنين بشكرا يستخدموا الزنك بعملية اللي هي الدور بالكاتاليسيز لأنها بتعمل الكوأوردونيشن، وقبل شوي ناقشنا. وبالتالي بما إنه أنا بحكي لك هذا بيعمل هيدروليسيز للبين ألتيميت، فديفينتلي رح يكون عندي يعني أنت تتخيل الأكتف سايت هيها، ما أنت هون عندك اللي هو تخيل الأكتف سايت زي الحفرة، عمق الحفرة عندك بده تدخل الكاربوكسيليك أسيد، فبالتالي الكاربوكسيليك أسيد رح يدخل ورح يكون عندي الزنك موجود بمكان قريب من البيبتايد بوند اللي بدي يصيرها هيدروليسيز. طيب معناها أنا لما باجي بحكي إنه البن ألتيميت هي اللي بده يصير لها هيدروليسيز مش الألتيميت، ديفينيتلي رح يكون عندي الأكتف سايت أعمق أكبر، يعني بتدخل الكاربوكسيليك أسيد لجوا حتى توصل عندي الزنك، سوري حتى توصل البيبتايد بوند اللابايل بيبتايد بوند عند مكان الزنك، حتى الزنك يعمل كوأوردينيشن ويساهم بعملية الكاتاليسيز، فبناء عليها رح يكون أكبر. طيب تتوقعوا هسا هل ممكن يعمل الاس روابط تتشابه مع اللي عملها السبستريت بالكاربوكسي بيبتايديز A؟ يا شدن نائل، يا شدن يا شدن تتوقعي بيعمل نفس الروابط يا شدن؟ يعني في روابط بيعملها مثل الزنك. طيب زنك كوأوردينيشن رح يعمل ايش كمان عندي رح يعمل؟ الهيدروفوبيك. هسا في عندي هدول R groups، فممكن أتوقع هيدروفوبيك. كمان إيش ممكن يعمل؟ الكاربوكسيليك أسيد شو رح تعمل؟ أيونيك. الأيونيك. أيونيك. يس الأيونيك. فمعناها لو بدي أجي أفكر بالروابط، أنا في عندي أيونيك إنتر أكشن، لأنه أنا قلنا متوقع بما إنه كاربوكسي في كاربوكسي تيرمينال نيجاتيف شارج، فديفينتلي بيكون إشي مكمل إلها بوزيتيف في داخل اللي هو الأكتف سايت، فهذا الأخضر هو الأكتف سايت، ففي عندي أمينو أسيد بوزيتيفلي شارج بيعمل أيونيك إنتر أكشن يشابه الأيونيك إنتر أكشن هون. في عندي أكيد زنك كوأوردينيشن، لأنه حكينا الإنزيم وجود الزنك يعتبر مهم، وبالتالي كوأوردينيشن موجود. فبالتالي هسا شو في عندي الزيادة؟ هسا في البداية أنا في عندي 2 R group صاروا، لأنه أنا في عندي 2 أمينو أسيدز دخلوا في داخل الأكتف سايت وليس واحد زي حالة هون الكاربوكسي بيبتايدز. هسا في بداية الشغل على هذا الهايبوثيتيكال موديل كانوا يحكوا إنه هاي المنطقة ما رح يكون في عندي هايدروفوبيك بوكيت كبير نفس اللي موجود بالكاربوكسي بيبتايدز A، يعني إذا بدي يفكروا بأمينو أسيد بهاي المنطقة ما كانوا يفكروا بإشي كبير زي الفينيلألانين يكون فيه بنزين رينج، كانوا يفكروا بإشي أصغر، وبالتالي هذا الإشي ليتر أون اكتشفوا لا إنه في عندي هيدروفوبيك بوكيت. فبالبداية قالوا إنه ما في عندي هيدروفوبيك بوكيت كبير، لكن ديفينيتلي بما إنه الإس بيعمل هيدروليسيز للبن ألتيميت أمينو بن ألتيميت بيبتايد بوند، ديفينيتلي رح يكون في عندي الآر جروب هاي بتعمل إكسترا إنتر أكشنز، على الأغلب بتكون هيدروفوبيك إنتر أكشنز. في عندي إشي زيادة هون كمان عمله اللي هو السبستريت في داخل الاس بوكيت، هاي البوند ايش بسميها يا راما سيف؟
راما سيف شو اسم هاي البوند؟ هيدروجين بوند. اللي هي هيدروجين بوند. فبالتالي صار في عندي الروابط، كانوا هناك ثلاث روابط، صاروا عندي هنا أربع روابط. فبقدر أقول أيونيك، زنك كوردونيشن، هيدروفوبيك انتراكشن، الزيادة عندنا هيدروجين بوند. ليش الزيادة؟ لأنه أنا في عندي رح يكون الألتيميت بيبتايد بوند هاي هي ستيبل، ما رح يكون عليها هيدروليسز، ما رح يكون الزنك رابط فيها، وبالتالي ديفينتلي رح يكون في عندي إشي مكمل إلها في داخل الأكتف سايت واللي هي عندي الهيدروجين بوندينج. فبناء عليها حطوا الهايبوثيتيكال موديل للإيس، إنه أنا فعلياً في عندي داخل الأكتف سايت بوزيتيفلي شارجد جروب بتعمل أيونيك انتراكشن مع الكاربوكسي تيرمينال، في عندي أول بيبتايد بوند موجودة عندي الألتيميت واللي تعتبر ستيبل في داخل الإيس تعمل هيدروجين بوند، في عندي زنك كوردونيشن فور ذا بين ألتيميت بيبتايد بوند لأنه هاي اللي بده يصير عليها هيدروليسز وبالتالي بدي أسرع البروسيس فبيعمل زنك كوردونيشن، بالإضافة إلى وجود انتراكشن بيعملوا الآر جروبس، وصار عندي مش واحدة صاروا عندي تنتين لأني أنا بحكي على تو أمينو أسيدز دخلوا. يعني أنت لما مش تحكي أنت على الكاربوكسي بيبتايدز، الكاربوكسي بيبتايدز أنت عندك من جهة الكاربوكسي تيرمينال كأنك بتقول دخل أمينو أسيد ومباشرة البيبتايد بوند اللي جنبه صار لها هيدروليسز، بينما لما نحكي على الأس أنت بدك تدخل داخل الأكتيف سايت تو أمينو أسيدز وبالتالي البيبتايد بوند هاي بتضلها ستيبل وبتيجي على البن ألتيميت تعملها هيدروليسز. لما عدينا هناك كان عندي المسافة ما بين هاي النيجاتيف شارج وما بين الزنك كوردونيشن كانت أربعة. هنا قديش رح تكون يا عائشة عبد الحافظ؟ عائشة؟ عائشة؟ ايه دكتوريا. يا عائشة كم واحدة رح تكون؟ عدي لي اياهم. كوردينيشن، هيدروجين بوند، هيدروفوبيك و... لا عدي لي المسافة، كم أتوم موجود ما بين النيجاتيف شارج وما بين الزنكو، يعني كم أتوم موجود بين الأيونيك انتراكشن وبين الزنكو أوردونيشن؟ كم أتوم عندي؟ خمسة. طيب أوكي، هديل اللي عنزي برأيك هل هم خمسة ولا أكتر ولا أقل؟ هديل؟ نعم. هديل شو رأيك يا هديل؟ أتوقع أقل. طيب أوكي، مي بني دومي، شكرا يا هديل. مي بني دومي؟ أيوة دكتورة. يا مي قديش المسافة صار؟ لا حيكونوا أكثر. قديش؟ ثمانية. طيب أوكي، تقلص ماضي، تقلص ماضي معك دكتورة. يا تقى برأيك كم أتوم موجود بيناتهم المسافة؟ عدي لي إياهم. ستة أو سبعة. سبعة، هم سبعة. فأنا حكينا قبل هيك أنا بلشت العد من هون، فواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، فبالتالي المسافة هون زادت عندي. فأنا بحكي على two amino acids دخلوا في داخل الأكتف سايت، البيبتايد بوند البن ألتيميت كانت جهة الزنك وهاي اللي بدي يصير عليها هيدروليسز، فكانت عندي هنا أربعة هنا صارت المسافة 7 أتومز. الهيدروجين بوند كانت على أي بوزيشن؟ لو بدي أجي أعد 1 2 3 فكانت على بوزيشن 4. فبقدر أقول أنا في عندي أيونيك انتراكشن رح يكون بداية من بوزيشن 1، وفي عندي at بوزيشن 4 هيدروجين بوند، at position 7 في عندي zinc coordination لأنه الactive site بطبيعته بالS أكبر من اللي هو الكاربوكسي بيبتايدز A. وهي المقارنة بيناتهم، لاحظ المقارنة، أنت بتحكي على active site أصغر، labile bond هي الultimate، هنا أكبر labile bond هي البن ultimate، both بيعملوا ionic interaction، هنا في زيادة صار هيدروجين بوند لأنه هاي البيبتايد بوند هنا عندي الألتيميت هي ستيبل لكن هون كانت مش ستيبل، وفي عندي زنك كوردونيشن فيهم التنين لهيك احنا استخدمنا الريفرنس تبعنا هذا، وليتر اون في عندي اديشنال بايندينج اللي هي اللي هم الار جروبس اللي موجودة بالاس اللي كان هنا في عندي هيدروفوبيك انتراكشن. في البداية كان يقولوا هذا يعني هون مكان ارتباط الار 1 البوكت مش كتير كبير،
لكن later on اكتشفوا انه كبير. طيب هاي لحد هون رسمنا الهايبوثيتيكال موديل للاس. يعني كل هذا الحكي عشان افهم انا الاس كيف بيشتغل، كيف بيرتبط بالسبستريت عشان اطلع منه انهبيتر. يعني كل هدفي بالنهاية اطلع انهبيتر. فنيجي هسه على الانهبيتر. لو نيجي نطلع هسه ما بين هسه نرجع على الكاربوكسي بيبتايدز نفهم الانهبيتر فيه عشان نروح نفهم عنا اللي هو كيف ممكن انا اعمل ديزاين لانهبيتر بالاس. لو اجينا على الكاربوكسي بيبتايدز وقلنا حكينا اختيارهم كان للانزيم مش من هيك عشوائيا، لصفات مشتركه بالإضافة إلى معرفة تامة بهذا الإنزيم ولوجود بوتنت إنهيبيتر. هذا البوتنت إنهيبيتر كان هو الدي 2 بنزل ساكسينيك أسيد. فلو أجينا طلعنا الفرق ما بين السبستريت، هذا اللي على يسارك هو سبستريت واللي على يمينك هو إنهيبيتر. لو أجينا نقارن بالروابط اللي بيعملها سبستريت والإنهيبيتر، شو رأيك يا لجين القلاب؟ شو رأيك؟ هلأ عندي الانهيبيتر بس عنده ايونيك، رابطة ايونيك والزنك كوردينيشن، بينما السبستريت عنده أكتر من رابطة. شو الزيادة طيب يا لجين؟ شو الزيادة؟ شو الزيادة شايفيته أنت بالسبستريت مش موجود بالانهيبيتر؟ الهايدروفوبيك. طيب مش هايدروفوبيك، شو حكينا قبل شوي؟ الهيدروجين بوند. لا انسي، انت خربطتي هناك الهيدروجين بوند. وين حكيناها؟ بالاس. هون احنا بنحكي على الكاربوكسي بيبتايدز. انت شايفه هون ايونيك زنك هيدروفوبيك وهيدروفوبيك، هل في اختلاف؟ لا نفس الشيء. طيب اوكي، شكرا يا لجين. طيب هسه وين صار الاختلاف؟ طيب عندي ليش هذا المركب صنف سبستريت وليش هذا صنف انهيبيتر يا بتول نوفل؟ برأيك بتول نوفل، معي؟ طيب سجل موجود دكتورة. طيب يا بتول، شو الاختلاف ما بين السبستريت والانهيبيتر؟ صراحة ما عندي فكرة. طيب سجح يا صاد، شو رأيك؟ إنه الزنك ارتبطت في الانهيبيتر مع الكاربوكسيلات جروب، اما بالبايندينج سايت الاصلي ارتبطت بالكربونيل. طيب هون في، لو اجينا طلعنا، لو بالبدايه شكرا يا سجا، لو اجينا طلعنا على المسافه ما بين النيجاتيف شارج والزنك كوردينيشن، هل هي نفس المسافه يا راما شطناوي؟ طيب مايا الرجدان، هل هي نفس المسافه؟ مايا الرجدان؟ دكتورة. يا مايا، شو رأيك؟ هل نفس المسافة من ناحية العدد of atoms؟ ما بعرف صراحة دكتورة. طيب أوكي. آية شراطقة، برأيك نفس المسافة؟ آية مش عارفة. دكتورة مش عارفة. طيب إسراء رواجدي، شو رأيك؟ إسراء رواجدة يا جماعة، يعني أنا ممكن أجاوب؟ استني شوي، مين اللي معي، إسراء ولا لأ؟ منار. يا منار جاوبي. دكتورة هسه هم نفس المسافة بس مش نفس الأتوم. يعني هون عنا بيبتايد بوند بس هون ما في عنا بالإنهيبيتر. طيب هاي أول إشي، لو أجي أطلع هو الإنهيبيتر عامل نفس الروابط اللي عاملها السبستريت. الإنهيبيتر فعلياً المسافة ما بين الأيونيك إنتر أكشن والزنك وأردونيشن هي نفسها 4، لكن وين أحدثنا الفرق؟ شلنا النيتروجين هون، عملنا إيزوستيريك ريبليسمنت باي CH2 وخلينا في زنك كوأردونيتنج جروب. هسا حكينا بأساس الكاتاليسيز لهذا الإنزيم إنه الزنك كوأردونيشن مهم فور بروسيس أوف كاتاليسيز، فبناء عليها حتى اعمل انهبيتر لازم اعمل زنك كوردينيشن. يعني اذا انا بدي امنع الانزيم، بما انه الزنك مهم بعمليه الكاتاليسيز، بنفس الوقت لازم اعمل انهبيتر يعمل زنك كوردينيشن. فبالتالي
احنا فعليا عملنا ايزوستيريك ريبليسمنت للان باي سي اتش 2، بطل في عندي هاي اللابايل بوند اللي موجوده هنا، ولكن انا حطيت اتوم، يعني زي كانك انت شلت كل هاي الاشياء اللي هون وحطيت اكسجين. هاي الاكسجين هي وصلت وعملت زنك كوردينيشن، فبناء عليها الانهبيتر رح يرتبط بالتارجت، يعمل نفس الانتر اكشن اللي عمله السبستريت، لكن الفرق انه هون السبستريت لما بيرتبط رح يصفي في عندي هاي عمليه هايدروليسيس، لكن هون رح يرتبط وما يصير في عندي هايدروليسيس، وبالتالي عملت انا انهبيشن للانزيم. طيب هسا الانهبيتر حتى يرتبط، دائما احنا بنعرف انه الانهبيترز او الانتاغونست بترتبط مع التارجت بافينيتي اعلى. فبناء عليها السؤال اللي رح نتركه للمحاضرة الجاي، ويا ريت تكونوا قارئين ودارسين ومتابعين معي، ما بدي اضل حدا يفتح يقول لي انا مو عارف وانا اصلا لسه حاكي الجواب. هسا بدي تتطلع على المركبات وتقول لي طب ليش الانهبيتر رح، يعني ليش الانزيم اللي موجود قدامه السبستريت موجود يعني الخاص فيه بروح برتبط بالانهبيتر وبترك السبستريت، يعني الانهبيتر عنده أفينيتي أعلى للارتباط بالتارجت أكثر من السبستريت، بالرغم إنه إذا بتطلع هون الانهبيتر والسبستريت التنين بيعملوا نفس الانتر أكشنز. أعطيك هنت للسؤال، قارن بالأبيليتي تو كوردونيت زنك ما بينهم التنين وشوف شو الفرق بيناتهم عشان يكون مناقشتنا من بداية المحاضرة القادمة إن شاء الله.